بيتي كويس، قاعدين في جيراني، لكن بناتي كلهم فقدوا بيوتهم وعفشهم ومرقوا. شتتنا والله شتات شديد، يعني كل واحد مشى في الشرق مشى في الغرب، والحمد لله غايته اللي بتجي من الله كلها الناس تتقبلها. بعد غررنا مروقنا من السودان، فالوضع كان بطال شديد، يعني الطريق كان صعب وفيه مشقة شديدة، ولحد ما جينا هنا وفتشنا السكن الحمد لله سكننا. الحرب غيرت الأوضاع، يعني ممكن خلط التفاصيل كلها معاها، والناس أمورها جاطت، فالناس طلعت طبعا، كل زول طلع مشي على دولة أسرتيها، طرحت عليه الفكرة إنه هم جايين. بقيت أنا بفكر هم حيعملوا شنو، الحاجة اللي حتشغلهم شنو، أو الحاجة اللي حتخليهم يعيشوا شنو. بدينا نتشاور في الموضوع، تعملوا شنو، هنعمل شنو، رأيكم شنو في الفكرة، نعمل محل مدايت كده، محل حاجات زي دي، أكل سوداني. فكرة عجبتهم شديد، ومي وخالتي اللي هم بقوا يجهزوا الحاجات، وهم دال هنا حيشتغلوا ويبيعوا وكده، فالفكرة بقت معاهم تمام ومية مية، والحمد لله نجحت، والحمد لله إنه قدرت أشغل لهم الوقت ده، لأنه مهما كان الناس دي ما مرتاحة. سكن غالي، المعيشة ما سهلة، يعني 100,000 ما بتقعدك أسبوع، لكن الحمد لله جينا مصر هنا وارتحنا الحمد لله يعني. لكن بالنا كله هسه في السودان، يعني الواحد بيتمني انه في اي لحظه الحال يتصلح والناس ترجع لبلدها. الناس عاوزه ما تحتاج لزول، الناس عايزه، حتى في ناس ما عندها اصلا زول يديها او زول يرسل لها، قدر قدروا يجيبوا معاهم، فحاولوا يلملموا عشان انه يعملوا لهم مشروع صغير يعيشوا منه زينا كده. وفي اسر كثيره انا بعرفها برضه جات هنا وعملت مشاريع صغيره عشان انها تقدر تعيش منها. اول قبال الخبيز بديت بالورده، هي في المشبك فطيره، وزحتها الدكاكين يعني، واستقبلوها شديد، والناس كلها بدات تطلب فيها من الدكاكين. فبعد شويه عملت الكعك وعملت البسكويت، وبودي بوزع الدكاكين، ومعارفي من السودان بعرف انه كانوا بيطلبوا مني بشيلوا مني يعني. المحل حاليا شغالين فيه 7، اللي هو مقسم، ناس بتجهز الحاجات والناس بتيجي هنا، جزء منهم بيجوا هنا المحل عشان يبيعوا الحاجات وكده. احنا برضو بنات برانا شغالين في المحل، فبرضو دي حاجه برضو يعني عانينا منها كتير، انه انتوا لا تشتغلوا براكم، لا ما حيكون معاكم راجل، لا حتى هم يعني عندهم راي في الحاجات دي. لكن طبعا يعني ما في حل، ما في حل غير انه الناس تواجه الموضوع وتشتغل، وعشان دي ازمه اصلا حاصله، فالناس عايزه تعدي الازمه بسلام، والناس تكون في يعني زي ما بيقولوا في بر الامان، لحد ما مشكله السودان تنتهي والناس ان شاء الله ترجع بالسلام. المحل عنده زباين ثابتين بيجوا تقريبا كل يوم، وفي ناس يوم بعد يوم، المهم هم يعني ثابتين في المحل. والله مخطط انه مشروعي يتوسع ويكون ماشي كويس يعني، وهسه ما بطال يعني، الامور ماشيه كويسه، والسودانيين يعني اي واحد عارف انه انا شغلي قاعد يطلب وبشيل، والمصريين ذاتهم قاعدين يشيلوا مني. الشقه اللي احنا اول كنا ساكنين فيها لما انا خطيت البخور والناس شمتوا كلهم يسالوا يا جماعه ده شنو، يا جماعه ده شنو، قلت لهم ده بخور سوداني، فبدوا يطلبوا ويشيلوا يعني. أنا متأكد إحنا حنقدر نوصل فكرة للعالم كله إن إحنا حنقدر نتجاوز محنتنا، وإحنا حنشتغل وإحنا حنعمل، ما بالضرورة إنه تفتي الشغل مع زول أو كده، يعني في ناس دكاترة، في ناس محاميين، في ناس يعني مهنهم كثيرة، فالواحد ما متقبل إلا يشتغل في مكتب، لا ما متقبل إلا الدكتورة أشتغل في صيدلية أو أشتغل في مستشفى، لا هي ما كده، إحنا عندنا وقت معين عايزين نقضيه، وعايزين نمشي حالنا فيه، ولحد ما نرجع بلدنا. بعد ذاك كل زول بيرجع لمكانه، وكل زول بيرجع لحياته، وكل زول بيعيش زي ما هو داير. وبس الحمد لله ربنا يصلح حال البلد، والحرب يقيف ونرجع بلدنا. والليله نحن لو الحرب انتهى بكره حنرجع، ما حنقعد تاني. المشروع الحمد لله حاليا قادر يعيشهم، يعني قادر يعيشنا، قادر انه
يشيل يعني مننا حاجات كثيرة، ناس عايشة مرتاحة مؤجرة وساكنة وأكل وشراب والتفاصيل الكثيرة دي. إذا مثلا الفترة طالت أو لسه المواضيع حطول وفكرين إنه مثلا يقروا كورسات أو يدعموا نفسهم، أو ممكن كل واحدة فيهم برضو تعمل لها مشروع، هم مواهبهم برضو مختلفة، ممكن يعملوا مشاريع صغيرة برضو. أتمنى إنه ربنا يسترنا في البلد دي ونقعد فيها في أمان يعني، وما تقابلنا مشاكل ولا تقابلنا صعوبات في مصر، ونتمنى من الله إنه الحرب ينتهي والمشاكل تنتهي في السودان، والواحد يرجع لبيته ونعمر بلدنا ونشوف بلدنا تاني بقت كيف.